بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع حضراتكم حاجة طلبت مننا كتير جدا جدا، وسهلة وبسيطة ونتيجتها يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ناجحة 100%، يعني ناجحة 100%. زراعة النعناع. النعناع حضراتكم هنوريكم الطريقة دي، النعناع والريحان. الريحان، النعناع، نبات السجادة. نبات السجادة اللي هو زي ده، زي ده، ماشي، اوكي. كل ده نبات السجادة، النعناع، الريحان. بعض النباتات هنوريها لكم هتتزرع ازاي بطريقة بسيطة وسهلة بنسبة 100% ان شاء الله بإذن الله تعالى نجاح. كل اللي احنا هنعمله، احنا في موسم النعناع، هنجيب النعناع هنغسله. بصوا حضراتكم العود اهو منعكش طويلة. طب انا هخليه كده؟ لا، مش هخليه كده. هشيل الورايكات زي ما حضراتكم شايفين اهو، الورق ده هنحاول نشيله اهو، تمام، هنتخلص منه، تمام اهو، بحيث ان انا هخلي الجزء اللي فوق بس زي ده اهو. طيب بعد ما هعمل كده هقوم بالمقص، هقص حضراتكم الساق بتاع النعناع، هقصها اللي هي دهين، لان طبعا احنا جايبينها من السوق او السوبر ماركت، فبعد ما غسلناها والبتاع، بصوا حضراتكم بتبقى الاجزاء اللي تحت دي ميتة. انا مش هخلي الساق، طويلة، يعني هنا هوريكم حضراتكم مقارنة. ادي هو ساق اهو بالمقارنة بده، بصوا فرق الطول قد ايه. كل ده قصيته. بعد ما هشيل الاجزاء السفلية للساق، تمام، منتهى البساطة كده اهو حضراتكم، هقوم جايبة مية واحطها في قلب المية اهو، هنحطها ثانية اهو. بصوا حضراتكم اهي تخلصنا من الاوراق السفلية، تمام، اهي من الاوراق السفلية، ومن قصينا جزء من العود، تمام اهو، وحطيناه في المية. الطريقة دي ناجحة جدا جدا بإذن الله تعالى اهو. يبقى احنا جبنا عود النعناع او الريحان او السجادة، شلنا زي ما انتم شايفين الورق السفلي، وقصينا جزء من العود بحيث ان احنا هنخلي العود بالمنظر ده. يعني لو طول العود مثلا متر، هنخلي طول العود حوالي مثلا شبر، تمام، من متر لشبر، تمام. خلاص احنا كده حضراتكم قصيناه وعملناه بالمنظر ده. هيحصل ايه؟ بإذن الله تعالى هنغير المية بتاعته كل 3 ايام. كل 3 ايام هنحاول نغير المية بتاعته. اول بعد هيبتدي هنلاقي ظهور بيجدر، ظهور الجذور بعد اسبوع 10 ايام بإذن الله تعالى. اول ما تبتدي تجدر اسيبها شوية لما الجذور تكتر، لما الجذور نوعا ما تكتر، واقوم شايلاها وزرعاها في قلب التربة بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة. وياريت يبقى في حوض مستطيل زي ده، شايفين الحوض المستطيل ده، ونزرع فيه، لان النعناع بيتمدد، النعناع بيتمدد، بتلاقي الساق سبحان الله العظيم بتتمدد في الارض وبتنبت، تعمل جذور وبتتمدد، تمام. وإلا عندهم نعناع اصلا وريحان، يستحب ان احنا نقص النعناع يا جماعة، والريحان بيحب القص، في نباتات بتحب القص. لما بنيجي نقص هيطلع فروع جانبية، ما نسيبش العود يطول. نصيحة يا جماعة، ما نسيبش حضراتكم العود يطول، العود لو طول بيعجز، فنقص، نقص النعناع، نقص الريحان، تمام. ادي طريقة اهي حضراتكم، دي ابسط طريقة لزراعة النعناع في المنزل والريحان ونبات السجادة. وكنت عايزة اوري لحضراتكم حاجة كمان، عشان سألوني على، وانا كنت عاملة فيديو بردك على زراعة الكرفس. بصوا حضراتكم، بصوا ده كرفس، كنت جايبة حزمة كرفس من كارفور، اوكي، استعملتها. فلما جيت الحزمة طبعا بتبقى فيها راس من تحت، حشيتها زي ما بيقولوا بالبلدي، قرمتها او حشيتها او قطعتها، قطعت الحزمة كلها، وسبت الراس اللي حضراتكم شايفينها دي،
وبطول والساق بطول شبر، بطول شبر الساق بطول شبر. رحت حطيتها في ميه، حطيتها في ميه، وادي حضراتكم بسم الله ما شاء الله. دي الزرعيه دي جزء من راس، تمام، اللي هي بتاعت الكرفس. عايزه اقول لكم بعد اسبوع بالظبط بالمنظر ده او اسبوعين بدون مبالغه، بصوا بقى ما شاء الله، وجدرت زي ما حضراتكم شايفين. ودي باذن الله تعالى هغسلها وهزرعها في قلب التربه، تمام، ناجحه جدا. اللي عاوز زراعه الكرفس يا جماعه من كارفور، من اي خضره بنشتريه وبنعمل الطريقه دي. وادي طريقه النعناع، وكمان بعمل تجربه زي ما حضراتكم الارنبيط، شايفين الارنبيط او الزهره، تمام. انا في اي بيت جبنه بنجيب ارنبيط او الزهره، في بعض البلاد بيسموها الزهره. خدت الجزء اللي انا عايزاه، قلت طب انا هعمل تجربه، عملت تجربه وحطيتها في ميه. ودي بعد تقريبا ابتدت تجدر اهي، شايفينها حضراتكم، دي بعد تقريبا اسبوع ابتدت تجدر، وباذن الله تعالى لما تجدر هحطها في الارض. يبقى كده بصوا حضراتكم نعمل تجربه الارنبيط او الزهره والنعناع يا جماعه والريحان حضراتكم ونبات السجاده. وادي القرفس، وانا طبعا زي ما وريتكم قبل كده انا زرعت البنجر ازاي. فازرعوا في البيت حاجات بسيطه جميله ما فيهاش اي تكلفه، ويا رب تكون المعلومه افادت حضراتكم، وعلموا ولادكم والزراعه حياه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.